حضرتك إن القمة الثنائية بين الرئيس المصري والرئيس التونسي ليها أهمية خاصة في التوقيت الحالي. نعم. وفي حقيقة الأمر يعني هتعزز الكثير من المساعي سواء على المستوى العربي أو المستوى الإفريقي. أيوة. بما يترتب عليه من تنسيق مشترك ما بين الدولتين في العديد من القضايا الهامة والحيوية والعديد من التحديات اللي واجهت مصر وتونس خلال الفترات الماضية. مصر لديها نموذج وتجربة رائدة في التصدي للأفكار المتطرفة والتصدي للإرهاب بأشكاله المختلفة والتصدي للتدخلات الخارجية، وأصبحت نموذج يحتذى به عربيا وأفريقيا ودوليا في قدرتها على مواجهة التحديات بمجموعة من المبادئ والقيم اللي ما فيش حد يقدر يختلف عليها في العالم. النهاردة كان الترتيبات المشتركة حول الملف الليبي حاضر. الترتيبات المشتركة حول مواجهة التدخلات الخارجية ومكافحة الفكر المتطرف والمواجهة الأمنية للإرهاب وتكثيف منابعه ومجابهته بكافة أشكاله حاضرة في اللقاء. النهاردة الحفاظ على الحقوق المائية باعتبارها أمن قومي مصري واعتبار الأمن القومي المصري جزء أصيل من الأمن القومي العربي كان حاضر وبشدة بالاجتماع وبالقمة الثنائية النهاردة. نعم. القضية الفلسطينية والتفاهمات المشتركة بين مصر وتونس في هذا الأمر أيضا كان حاضر وبقوة، بالإضافة إلى التفاهمات حول الوضع الليبي والترحيب الكامل والدعم الكامل للسلطة التنفيذية المنتخبة في ليبيا ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف داخل ليبيا ومجابهة التدخلات الخارجية بالشأن الليبي ووضع حد بإخراج كافة أشكال الميليشيات المسلحة والمرتزقة والإرهابيين من ليبيا. كلها أمور تم مناقشتها اليوم وتم وضع فيها مقاربات كبيرة جدا وتنسيق ضخم جدا. بيقول إن شكل كان مهم التنسيق، كان مهم التنسيق والموافقات مع تونس تحديدا. تونس في البعد الليبي لها أهمية خاصة كونها ليها علاقة مشتركة ولها حدود مشتركة ومشابهة لمصر مع البعد الليبي. تونس لها أهمية، وإعلان النهاردة خليني أصف إعلان الرئيس قيس سعيد من القاهرة بوقوفه بجانب قضية الأمن القومي المصري في سد النهضة هو إعلان بالعضو الممثل للعرب في مجلس الأمن بأهمية هذا الوضع ووضع كاشف لكافة الأمور المتعلقة بأهمية تلك القضية للدولة المصرية والأمن المصري والأمن القومي المصري والقومي العربي. من الأمور الهامة جدا طرحت في عناوين المؤتمر الصحفي النهاردة اللي تم إعلانه ما بين السيد رئيس الجمهورية المصري والسيد رئيس الجمهورية التونسي. نعم صحيح. بشكرك فندم، شكرا جزيلا.